خمس كلمات ممكن تكون هي المفاتيح لناس في موضع لاتخاذ قرارات صعبة، أو خلنا نقول نفس ما أنت قلتي، خايفين من الحياة تلمسهم؟ سؤال صعب أميرة. يعني بالنسبة لي المعرفة وايد مهمة، الهدف وايد مهم، ليش بتخذ القرار اللي قاعدة اتخذه؟ من سيتأثر بهذا القرار؟ مهم. يعني أحيانا في قرارات أنت تقولين أن أنا باها لأن فيها شيء في صالحي، بس منو بيتأثر فيها؟ وشو نوع التأثير؟ ممكن عيالي يتأثرون فيها، وتأثير مو بحلو، بيضرهم. لا، عيالي أولوية، القرار يتأجل. عرفتي؟ يمكن أنا كأم أنظر بهالطريقة. فالمعرفة، الهدف، الأشخاص اللي بيتأثرون، الثمن اللي بدفعه، لأن ما في شيء أنت في هالدنيا تسوينه إلا وفي له ثمن. وخامس كلمة، المسؤولية نحو هذا القرار.